أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، دقه وجله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. يا ربي، مهما حمدناك ومهما شكرناك فلن نوفيك حقك، ولن نعرف كيف نشكرك. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم كما مننت علينا وأدخلتنا بيتك وأجلستنا نسمع كلامك وكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، فنسألك أن تكلل هذا العمل بالقبول، وأن تشرح فيه الصدور، وأن تنور فيه الأبصار والقلوب. فالله جل جلاله قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إذا من شرح الصدر، كل كلام ما له طعم يا إخواني، وما بتقوم بالعمل إذا من شرح صدرك. عشان هيك بس ربنا تعالى أمر سيدنا موسى، قال له اذهب إلى فرعون. شو أول شيء قال سيدنا موسى؟ شو قال؟ رب اشرح لي صدري. قال له يلا ابدأ بالعمل، حرك الأقدام وروح عند فرعون، جولي عند فرعون وتكلم معه في الدين. فالجولة بدها شرح صدر، وتفهم عمل الأنبياء وتصير مثل الأنبياء بدها كمان شرح صدر. فكم إنسان سمع وسمع وسمع وقرأ 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 وقرأ، ولكن ما يعني وقع في القلب شيء، مكانك راوح. وإنسان صادق أمثالكم إن شاء الله عز وجل، سأل الله بصدق: رب اشرح لي صدري. فربنا تعالى شرح له صدره، خرج من هذا المجلس غير كل الحياة. فالصدور بيد الله، والقلوب بيد الله، والعقول والأرواح بيد الله. ونحن يا إخواني في الله لا نريد إلا أن نكون تحت رضا الله جل جلاله. فلذلك هنالك مجموعة من البشر رضي الله تعالى عنهم، ألا وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والله جل جلاله جعل كل حياتهم مباركة، وإذا كان في حياتهم شيئا لا يريده الله منا لم يخبرنا عنه شيء. مثلا شو منعرف نحن عن صلاة سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ حدا في يقول لي كيف كان يصلي سيدنا إبراهيم؟ مع أنه سيدنا إبراهيم رقمه بعد النبي عليه الصلاة والسلام مباشر رقم 2، اسمه الخليل. وكم في القرآن الكريم ربنا ذكره، بس أنتم ما لكم بصلاته، فولا آية في القرآن تذكر صلاته. الحج فرض من زمن إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. كيف حج سيدنا إبراهيم؟ ما إلنا ولا آية بتقول كيف كان سيدنا إبراهيم يحج، كيف طاف، كيف لبى، شو قال، ما بنعرف. فالله تعالى يريد منا شيء معين من حياة الأنبياء. العلماء قالوا شغلتين الله تعالى بده إياها منا من حياة الأنبياء أساسيات، وفي أشياء فرعية بتجي تحتها. الشغلة الأولى، قبل ما أقوله مين بقول لي شو الشغلتين من كل حياة الأنبياء في القرآن الكريم؟ واحد، الدعوة إلى الله. 2، كل الأنبياء كان عندهم شيء واحد، كل اللي قلتوه صح بيدخل تحته. كله صحيح، ولكن كان عندهم شيء مميز جميعا، الجهد والتضحية.
الجهد والتضحية. الدعوة بتدخل تحت اليقين ولا إله إلا الله والدعوة، هذه كلمة دعوة. بس لأنه حتى ما يجي واحد يقعد ويقول أنا داعي بس أنا وجالس، فبقول لا مش طريق الأنبياء هاي، لأنه سمعناها كثير ونسمعها مرارا. يا مشايخ أنتم بعدكم بالعصر الحجري، ليش؟ هل عمي هلأ في لابتوب وفي إنترنت وفي إيميل، تكتب لك شيء هيك رسالة مرتبة وانشرها وخلص. يعني الأنبياء ما كانش في عندهم هذا التطور اللي موجود الآن، فأنتوا ليش تتعبوا حالكم يا جماعة الخير؟ إذا الله سهلكم شيء ليش تتعبوا حالكم؟ فلذلك الله تعالى يعلم أنه في زمن من الأزمة رح يصير في تطور، صح؟ والقرآن صالح لكل زمان ومكان، فلأن الله جل جلاله يريد منا حركة الأقدام ويريد منا الجهد والتضحية، فذكر لنا جهد وتضحية كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع دعوتهم إلى الله جل جلاله. تكلمنا إخواني في الله في الأسبوع الماضي عن نبي الله داود عليه السلام، وكيف ألان الله جل جلاله له الحديد، وكيف أعطاه الله مزمارا صوت جميل، عشان هيك لصوته جميل يقال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أوتيت يا أبو صبح مزمار من مزامير آل داود. فسيدنا داود عليه السلام كان كذلك مع النبوة كان قاضي، فكان يقعد بين الناس ويقضي لهم. تكلمنا عن هذا الأمر في الأسبوع الماضي وبينا كيف كان يقضي بين الناس، وتكلمنا عن بعض النماذج، وقلنا أنه كان في عنده كتير أولاد، ولكن واحد من أولاده كان نابغة وكان ذكي وكان فطن. مين هو؟ سليمان. فسبحان الله يا أخواني، هذه أرزاق، الولد رزق والدين بالولد رزق. أنت لازم تقوم بالسبب، بس هدايته رزق من الله. الدليل شو رأيكم؟ سيدنا نوح ما اجتهد على ابنه؟ اجتهد، ولكن شو طلع ابنه؟ كافر. اجتهد 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 اجتهد، يا عدان يا ابني طب خلاص خلصت القصة، شايف الموج؟ يا بني اركم معنا، بعتذر منك بيه، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، ما فيش ندير بهالك، كلامك مش صحيح. ما وافق ومات. فسيدنا نوح عطفته يعني قال له يا رب إن ابني من أهلي، يا رب هذا ابني يعني كرمني فيه ودخله مع الجنة. قال له ربنا تعالى لا لا، ابنك صحيح ولكن موضوعه موضوع خطير، موضوع كفر. يا نوح إنه ليس من أهلك، ده مش من عائلتك، انت عائلتك أهل الإيمان. فلذلك سيدنا داود اجتهد على أولاده، بس طلع واحد بس من أولاده، يعني كلهم مسلمين طبعا أبناء الأنبياء، ولكن واحد من أولاده طلع غريب. كيف عرف سيدنا داود؟ تكلمنا المرة الماضية كان يقعدوا معه، وكان سيدنا داود يقضي، يجي ناس لعنده يقول له يا داود هيك هيك صار معنا، يقضي لهم. أم سيدنا سليمان يستأذن، يا يعني أبي تأذن لي تسمح لي أقول رأيي بالموضوع؟ فيقول رأيه، يقول داود يا عمي والله معك حق مظبوط. مرة ثانية نفس الأمر، مرة ثالثة نفس الأمر. فالله تعالى قال في القرآن الكريم ففهمناها سليمان. لذلك قال العلماء قد يسبق الولد أباه، وهذا ليس عيبا ولكنه مفخرة وشرف للأب. لذلك الوحيد اللي إذا في حدا يعني من تلاميذه سبقه ما بيزعل هو البي، بربي ابنه بعلم ابنه بربي ابنه بعلم ابنه، إذا لقى ابنه سبقه بيفرح، لأنه إن على ابنك علوت، وإن دنا ولدك دنوت، وإن عز ابنك اعتززت، وإن ذل ولدك ذللت، فهو منك وأنت منه. فسيدنا داود عليه السلام ما أخره لسليمان، قال له عيب عليك، استحي عدمك، أنا أبوك، أنا اللي بقضي بين الناس. بل سيدنا داود كان متواضع، وقلنا عن قصة اللي عنده 99 نعجة
وعنده نعجة، وجوا اثنين قاضوا عند سيدنا داود وقال له داود لقد ظلمك، وأن كانوا ملكين. بعدين عرف حاله أنه استعجل بالفتوى، فاستغفر ربه وخر راكعا وأنب. وقلنا عن قصة الولدين اللي أكل واحد منهم الذئب، وكيف سيدنا سليمان حكم بيناتهم كان بده يذبح واحد منهم. وتكلمنا عن قصة اللي عنده غنم وعنده بستان، كيف دخلوا على قلب البستان وأكلوا الغنمات الزرع، فسيدنا داود حكم له أنه أنت بتاخذ له كل الغنمات وخلص. فأجى سيدنا سليمان وحكم بينهما أن الغنم يأخذه صاحب البستان والبستان يأخذه صاحب الغنم، ويعمل عليه حتى يرجع الزرع كما كان، ثم يسترد الغنم وهذا يسترد البستان. فكل هول سيدنا داود شايف ابنه يعني ذكي. فالآن تقدم للدين بسم الله، وقلنا المرة الماضية بتشوف اليوم ولدي ذكي واعترب على الدين. انت شايف اطلع دكتور، انت محامي، انت مهندس، انت هول هيك هيك بينفع الدين. شوف لي اضرب واحد بالولاد مش نافع، يلا ارميه على الدين خليه يتعلم الدين. هذا شيء خطير، شيء خطير. اضرب واحد طلعه بالدين وعلمه شيخ، كيف بده يطلع الشيخ؟ يطلع شيخ مضروب. هو اضرب واحد يطلع شيخ مضروب. اما بتقدم واحد من اولادك الاذكياء النبهاء فبتقدمه فبيطلع شيخ نبيه ذكي، مش بيعمل مصايب للأمة. نسأل الله العفو والعافية. فسيدنا داود عليه السلام قدم سيدنا سليمان وقال له يعني، وطبعا كان بوحي من الله عز وجل انتقلت النبوة له. فالله تعالى قال في القرآن الكريم وورث سليمان داود. إيش ورثه؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا إنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. سيدنا سليمان عليه السلام أخذ النبوة وكان بنفس الوقت ملك، وهو من الأنبياء القلة الذين تحصلوا على الملك بعكس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان فقير جدا. مرة أجل عنده سيدنا جبريل ومعه ملك، فقال له سيدنا جبريل يا محمد هذا ملك نزل إليك وهو أول مرة ينزل من السماء، وإن الله تعالى أمرني أن أخيرك ملكا نبيا أنا عبد النبي. الملك عم بقول له. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على جبريل أنه زي كأنه شو رأيك أنت شو ملك ولا؟ فأشار إليه جبريل عليه السلام هكذا شو بدك في كرسي مش لألك عمل له هيك. فقال صلى الله عليه وسلم بل عبد النبي ما بدي الملك، أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. عشان هيك بيستغرب بعض الناس، كنا مرة بزيارة الأسبوع الماضي كنا عم ناصر الجماعة الخارج بمسجد الرحمن، فروحنا زرنا أحد الإخوة فقال لي شيخ أنا بدي أسألك سؤال دايما بستغرب فيه، كيف النبي عليه الصلاة والسلام مات والصحابة كلهم كانوا حواليه أغنياء، كيف هو مات فقير ودرعه مرهونة؟ النبي مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وهو اللي حواليه كلهم هو الأغنياء، ولا واحد منهم قدر يعطي النبي مصاري يعني، وهو كيف ليش فقير ليش منه غني؟ فقلت له حبيبي النبي عليه الصلاة والسلام هذا اختياره حتى يعلم الأمة، لأنه لو كان ملك ومعه مال كتير ونبي لا إجوا هالمشحرين الفقراء قالوا يا عم إحنا ما فيناش نعمل زي النبي، إحنا الله يعيننا لو كنا زي محمد صلى الله عليه وسلم في كرسي وفي مصاري وفي شوية حبيبات محبوبات للقلب فكنا تحركنا زيه. زلمة زي ما الواحد اليوم إذا شاف ناس إنسان غني عم بيتحرك للدين فبتقول له تحرك للدين، فبقول لك ما فلان لأنه في مصاري بيتحرك للدين، ما بيشوف إنه في ناس فقراء معدومين متحركين للدين، ما بيشوف إنه هول شوف والله فلان معه في يقدر يخرج للدين ويتحرك وينفق. طب ما في ناس ما فيش عندهم بسكليت مش سيارة. خرجت أنا بالهند بال2007 فخرج معي واحد من اليمن، فسبحان الله بتعرفوا بالخروج بيصير في ألفة ومحبة أكلين وشربين وما بعد. الرجال يعني كبير عمره 50 سنة، أنا كان عمري 18 سنة 17 سنة. فقلت له أنت كيف خرجت؟
انه كيف شو بتشتغل؟ فقال لي انا بائع خضار على ربعي. فقلت له طيب من اليمن ل يعني الهند خارج 4 شهور مده طويله وتكت، وكيف رتبت امورك؟ فقال لي شيخ والله انا لا ادري، بس باختصار قال لي كن دائما قل له يا رب اكرمني وعيني اتحرك لدينك، وكل ما يجيني مصاري حط اجري وحط فيهم شوي. فمره من المرات خرجت عنا بالمسجد جماعه من باكستان وصاروا يتكلموا بكلام اليقين، وانظر الى الغيب ولا تنظر الى ما في الجيب. طلع لفوا طلع شطحت. فانا استعدت قلت لهم مستعد، وانا ما معيش مصاري بس قلت لهم مستعد امشي 4 شهور. رحت على البيت قلت له لزوجتي، وبدات انا وياها هذيك الليله ابكي، لاني عارف انه ثاني يوم بده يدقوا لي بده يقولوا لي اعطوني المصاري اعطينا المصاري عشان نحجز تيكت. وابكي وقول له يا رب كل الدنيا بيدك، يا رب تعطيني شيء بسيط حرك لدينك يا رب، والله ليس ذلك عليك بعزيز. عشان هيك يا اخواني بنقول للي ما قادر يقدم للدين بحجه العمل سجود بين ايدي الملك، قول له يا ربي انا عم بشتغل حتى طلع شويه مال، فهذا الشغل عم باخرنا عن الدين. يا ربي انا اصدقك اريد ان اقدم للدين، يا ربي اعطني المال باقل وقت وبأقل جهد، بس بالمقابل مش وقتي قاعد في البيت، يا ربي باقي وقتي للدين. إذا رأى الله منك صدقا في قلبك والله سيعطيك ما كنت ستأخذه بدل الوقت الطويل بوقت قصير. الرزق مقسوم، بس يا بمدلك وقت الشغل يا بأصر لك إياه. كيف؟ إذا ربنا تعالى يعلم أنك لن تقدم هذا الوقت للدين، فإذا صار المال يجيك بوقت قليل وحتروح تقعد في البيت ولهون ولهون ولهون، فبمد وقت العمل. وإذا رأى منك صدق أنه إذا قصر لك وقت العمل ويعطيك هذا الرزق بوقت قصير، فالله تعالى يقصر لك الوقت، فأتيك الرزق بوقت قصير وعمل بسيط. وهذا موجود بين الناس، وناس يأخذوا أرزاق كثيرة بوقت قليل، وإنسان يفني وقته ونفسه وجهده، يشيب شعره وينحني ظهره ويفني بدنه ليطلع قسم قليل من المال. بس ننوي يا إخواني نقدم للدين الله بغير. فسيدنا سليمان عليه السلام كان ملك، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان عبد، فنحن مأمورين نتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. مش يجي واحد الله يطلب المال يطلب 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 والملك والكرسي يقول لي أنا بدي أكون زي سيدنا سليمان. الله تعالى ما أمرك تتبع سيدنا سليمان بالكرسي، أمرك تتبع سيدنا سليمان ببعض النقاط اللي حنضوع عليها الآن بإذن الله عز وجل. فسيدنا سليمان قال يا أيها الناس أوتينا من كل شيء، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. شو منطق الطير يا إخواني في الله؟ طبعا نحن ما بنسمع من الطيور إلا صوت الصفير الزقزقة، ولكن أثبت العلماء أن لكل نوع من أنواع الحيوانات والطيور لهجة ولغة خاصة لا يفهمها أحد إلا هم. مش مظبوط أنه نحن بس بنسمع من البسيني صوته بس بتنوي، لا مش صحيح، لأنه البسيني بس تكون جوعانة تنويتها غير، وبس تكون مشرسة بتنوي بطريقة تانية، كل وقت إلى صوت صح. فهذه الأصوات لا يفهمها إلا بني جنسها، إلا سيدنا سليمان من كل البشر على مر الأزمان الله فهمه منطق الحيوانات، فبيسمع صوت فبيفهم شو عم بقوله. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. بعدين ما تكبر على الناس، إيش قال؟ إن هذا لهو الفضل المبين. فت على الشركة يا فلان ما شاء الله، إيش هذا اللي عندك؟ والله يعني اشتغلنا والحمد لله جمعنا، إذا الحمد لله. وينسب الفضل لنفسه، ولكن مشايخنا الله يجزيهم خير علمونا أي إنسان بيمدحك على أي شيء فيك انسبه دغري لله. شو هالجسم الجميل؟ هذا من الله. شو هالصوت الجميل؟ هذا من الله. شو هالذكاء الجميل؟ هذا من الله. شو هالمال الوفير؟ هذا من الله. ايش مدحت باي شيء انسبه لله، عاد افرح فيه. انا هو صراحه يعني انا يعني ذكي بقدر اطلعه، احنا ولا شيء، انسب لله. ان هذا لهو الفضل المبين. بعدين ربنا تعالى بلش يبين لنا شو عطى سيدنا سليمان، فقال جل جلاله وحشر لسليمان جنوده من الجن. والجن يا إخواني في الله كما قلنا من أقوى أنواع المخلوقات، عمرهم مديد
قوتهم يعني قوية مضاعفة بمئات المرات عن البشر، يرون ولا نراهم، هن بيقدروا يشوفونا ونحن لا نقدر أن نراهم. فهؤلاء كانوا بجند سيدنا سليمان، وكذلك كان معه الإنس. حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، كل أنواع الطيور، النسور والصقور والهدهد، كله كان مع سيدنا سليمان بالجيش. الله قال فهم يوزعون. شو يعني يوزعون؟ قال العلماء إلى معنيين، يا أما من كثرة يعني وجودهم فكانوا يتدافعوا بعضهم بعضا، والمعنى الأقرب والمعنى يعني الأصح والله تعالى أعلم، فهم يوزعون أي كانوا يقفون، فسيدنا سليمان يأمرهم أن لا يتقدموا حتى يجتمع كل الجيش، وهذا من العدل. إن الله لا يزع، في رواية يزغ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهذا من عدل سيدنا سليمان عليه السلام. فقال جل جلاله حتى إذا أتوا على واد النمل، شو رأيكم كان سيدنا سليمان عم يعمل؟ شو عم يعمل؟ في عنده غير الدعوة إلى الله؟ سيدنا سليمان نبي، النبي شو عمله؟ الدعوة إلى الله. طبعا ليش ربنا قال واد النمل؟ دليل أنه كان في جبل ونزلين من جبل فذكر الوادي، وسيدنا سليمان معه جيشه بالكامل، فنازل في الوادي، نملة في آخر الوادي رأت سليمان عليه السلام. فهذه النملة يا إخواني في الله، شوف الإعجاز العجيب اللي ربنا تعالى سمى السورة باسمه. أول شيء نملة، يعني نحن من عدة حشرة يعني ما عنده عقل هالقد قد رؤوسنا، ولا عنده قلب هالقد قد قلوبنا، وهي جدا 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 يعني صغيرة. يا ربي ليش ذكرتها في القرآن؟ قال لي سبب، هذه النملة حملت الهم على بني جلدتها وخافت عليهم فرفع الله قدرها، بس. وكانت تستطيع النملة أن تختبئ هي بنفسها، اطلعت شافت الجيوش فضول نزلت بالجحور انتهى الموضوع، وعمر ما يرجعوا الباقي النمل بيندعسوا بروحوا شو ما صار. أنا ما خصني بالموضوع، كحال كثير من الناس، والله الذي لا إله إلا هو، هذه النملة نملة نملة أشرف من كثير من بني آدم في هذا الزمن. اللي بتقول له يا فلان ما شايف جارك؟ ما شايف ابنك؟ ما شايف أخوك؟ يعني ما شايف الناس رايحة على النار؟ ما شايف بعيونك عم يخطب؟ لك أقل القليل أنت ما قدر تعمل شيء، تعال على الجامع يا مشايخ يا أهل الدين يا أهل الدعوة يا دعاة إلى الله، قوموا زوروا فلان، شوفوا شو عم بصير، شوفوا شو عم بصير، بصير في منكر، بصير في محرمات، خلينا نفكر أقل قليل، شوف شو الحكمة نعمله. فمباشرة حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل، نادت كل بني جلدها يا أيها النمل. بالله عليكم يعني أنا بدي أفهم من القرآن بهالمستوى، شو بدنا نعرف من قصة نملة نحن؟ يعني شو بتفيدنا قصة النملة؟ وين هول اللي عم يوقفوا بالشوارع عم بيقولوا يا أيها الناس اتقوا ربكم، ادخلوا مساكنكم، ادخلوا بيوت ربكم، لا يفسدنكم الشيطان وجنوده وهم يشعرون. أعظم المخلوقات عند الله لو كانت نملة بدي ارفع قدرها واذكرها بالقرآن. هلا حنشوف بعد شو الهدهد، نملة لا يؤبه لها، ما بتشوفها بتدعس عليها، لأنها قالت يا أيها الناس بدي حطك بالقرآن وسمي السورة باسمك. هلا قصة النمل بالقرآن كم آية؟ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. خلصت قصة النمل آية. بعدين بعدها قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. طب والسورة كلها تسمي لي باسم النمل؟
ما يقارب 10 صفحات كل طلع باسم سوق النمل، باسم النمل. ليه؟ قال النمل، النمل. أنتم يا أمة محمد في قرآنكم في كتابكم هنالك سورة سميتها باسم النمل. بيجي واحد من برا بقول شو هالقرآن هذا؟ نمل بتسمى سورة باسم النمل؟ لا لا مش هيك لفهمها، روح شوف لي شو هي القصة، شوف ليش سماها باسم النمل، ماذا فعلت النملة؟ قالت حملت الهم. عند الله الذي لا يحمل الهم أقل من النملة، أقل من النملة. وعند الله الذي يحمل الهم على قومه الله يرفعه في عليين. فمن الدروس اللي بدي أنا وإياكم نستفيد منه رقم واحد في هذا المجلس المبارك الطيب من قصة سيدنا سليمان، ما بدنا ولا واحد بهالمجلس، لا رجل ولا امرأة ولا كبير ولا صغير، يطلع الليل من المسجد وإلى الآن محامل هم على الأمة. بدك تحمل هم. اللي كان يحمل الهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، راح النبي بعد في نبي جاي، عاش في أنبياء، بدنا نحمل هم. كيف ببين انه عندك هم حامل هم؟ مش كيس هو بده يحمله اسمه هم، حامل هم ببين. رحت عند هالمراه قعدت انت وياها، قلت لها هات لنفكر نحن وياكي. كم فرحت سبحان الله، كنا نحن هلا خرجين 10 ايام مع النساء، اليوم ببيت اخونا احمد زهره، بكره ان شاء الله في بيت الشيخ باسل، والشباب الحمد لله متقل يومين يومين. فكنا خرجين ببيت احد الاخوه، فقال لي والله يا شيخ تعرف سبحان الله، بعد ما عاش بالبيئه يومين، قال لي بتعرف إن شاء الله بس نرجع من الخروج بدي أقعد أنا وزوجتي ونتفكر لأهل البناي. صار شغلي بعنده بالموقف البناي، قال لي والله يا شيخ، قلت له أنا كيفك أنت والجيران؟ قال لي والله شيخ مقصر، قلت له لا مش مناسب. فقال لي بتعرف بس نرجع من الخروج إن شاء الله بإذن الله بتقعد تفكر أنا وزوجتي ونبدأ نتفكر لهم، نحمل الهم عليهم، ولو صرنا كل يوم نكتر الطبخ وننزل صحن لكل جار من الجيران، نبلش بطبخ بقالب كيك بحلو بكذا. هذا الفكر، كم الله يحبه. والله شو بده كلمات هول، شو بده آيات وحديث إذا كل يوم تتطلع صحن أكل لجار من الجيران. وحكينا لكم قصة الفرنسية اللي دخلت في الإسلام، وعدت هي زوجة بالتعليم، سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. قالت له يا رجال خلينا اليوم نكتر هالمرأة. أما الله كترهم، كترتهم، عملت صحن ودقت لجارتها فرنسية، فتحت له مين حضرتك؟ أنا جارتك، شو بدك مني؟ والله بضيفك صحن الأكل. انه ليه طيب؟ ما بيعرفوا الفرنسيين هالامور، ليه انت شو بدك مني؟ بدك مني شيء؟ قلت له لا ابدا لا. طب ليه ضيفتيني؟ قلت له والله انا يعني عندي نبي ونبينا علمنا انه نحن نضيف جيراننا. قال هيك بدون شيء؟ قال بدون شيء، بدون شيء، قال بدون شيء. هم عيطت له لزوجها، قلت له يا ابو فلان تعال شوف هالمره جارتنا، لا بتقربنا ولا بنتنا ولا اختنا ولا يعني شيء في بيننا وبينها، وهي بنتك اللي قاعده فوقنا صار لها 5 سنين مش شايفتني ولا شايفتها، وهي جارتنا لا بتقربني ولا بقربها ضيفتني. يا ابو فلان، شكله يا ابو جورج او يا ابو طوني، قلت له يا ابو فلان فينا ندخل بالاسلام؟ تسمح لي؟ قال لي ادخلي وانا داخل معك بالاسلام. صحن مرأة. فاحمل الهم انت بس. وعلى فكره بس تحمل الهم الله بيفتح عليك. نقعد بالشورى نحن نقول يا اخواني يلا تفكروا ولا شوف. ما بنكون عارفين شو بدنا نعمل. احمل الهم، بلش تفكر. بلش شباب تفكر تفكر، سبحان الله بتخلص الشورى بيطلع معك اشياء بتلاقي بركتها بعد يوم او يومين او وقت قليل، هذا بسبب ايش؟ حمل الهم. فهيدي النملة حملة الهم، ادخلوا مساكنكم على السريح. نازل سليمان معه جنود، جن وإنس وطير. وهيدي النملة كمان الله علمنا فيها شيء رائع، حسن الظن. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هو ما قصده سيد سليمان، لك نملة عند حسن ظن، نملة عند حسن ظن. ومسلم ما مستعد يحسن ظن بأخوه، إذا بيحكي معه كلمة بيحمل له 1000 محمل. ما فيك تحكي مع إنسان كلمة، حساس الناس عجيب، كل يعني بيحمل الكلمة وبيخد له 1000 معنى وبيزعل وتعرضيه وعمي ما قصدي هيك والله أنا قلت هيك والله. وصاحب الإيمان أمثالكم، أي كلام يسمعه دغري بيحمله محمل حسن، أكيد ما قصده هيك، أكيد ما قصده هيك مباشرة. عشان هيك قيل أنه رجل كان أبوه ببيع مجوهرات وغني جدا أبوه، ف كان غني هو بناء لغنى أبوه، فكان يروح عند رفقاته ويطعمي هذا ويشرب هذا ويهدي هذا، كان عنده أصحاب وغني مش فارقة معه في مصاري. فمات أبوه، بس مات أبوه تسكر محل المجوهرات، ما حدا عارف يدير المحل. بعدين صرفوا المصاري اللي مصمدهم أبوه، بعدين فقر الولد جدا جدا، صار فقير. بعدين شو بدي أعمل؟ ما في طعام ولا شراب ولا في شيء أبدا. فقال ما إلي إلا واحد من أصحابي اللي كنت أجي طعميهم، وهلأ صار يعني غني، المال اللي كنت إهدية فتح فيه مصلحة وصار غني، هات له روح قل له يعني ولو أنا كنت أعطيك، أنا أيام ما كنت غني شو رأيك تعطيني شوي؟
فراح لعنده، كان عنده قصر كبير وعنده حراس واقفين برا، قام قال لهم قولوا له لفلان صاحبك اجى لعندك، صاحبك القديم جاي لعندك. طلعوا قالوا له فلان جاي لعندك، قام طلع على الشباك طلع عليه، قام لقى ثيابه مخزقه وبين حالته فقير، قام قال لهم قولوا له ما مستعد يستقبله. فقالوا له ما مستعد يستقبلك. فحاد يبكي بكاء شديد، هذا اللي أعطيته أفنيت عمري معه وصاحبي غدرني وتركني. فراح ثاني يوم بدق بابه ثلاث رجال، فبقولوا له حقيقة منعرف نحن أنه أنت ابن فلان صحيح؟ فبقولوا له نعم. بقول له نعم أنا ابن فلان الفلاني. قالوا له أين أباك؟ قالوا بي مات. قالوا له بالصراحة في أماني كان أبوك مخباها معنا، فنحن حبيت نرجع له هي لأبوك، أبوك توفى نعطيك إليك. قال لهم بارك الله فيكم، أخذ الأمان وسكر باب وراح. فتح الأماني ملأ حجار مرجان جوهرات، حجار كريمة. شو مرجان؟ مرجان بوضع هو فقير فيه جدا، مين بده يشتري مني المرجان بقرية فقيرة؟ مين بده يشتري المرجان مني؟ فخرج يبحث مين يشتري المرجان، ولا تلتقي فيه امرأة بتقول له يا بني أنت كنت يعني أبوك أنت ابن جوهرجي، ففيك تقول لي وين ببيعوا مجوهرات؟ بدي أحجار كريمة مرجان. فانصدم، ألا بدك مرجان؟ قلت له إيه؟ ألا بيدفعوك هول؟ قلت له معي حق بس هالكم حجر بدي هني، وجهز حالك لليل ببعث لك باقي المصاري بدي كل الحجار. فبعدين اشترى بهذا المال ورجع لغناه وكتب بيتين من الشعر بمعناه، قال له لصاحبه وقت ما كنا أغنياء كنت تكرمنا، كنت تستقبلنا وتقعد معنا، وقت ما أصابنا الفقر فتركتنا وبعدت عنا، وما ذلك إلا لجهل فيك وسوء أدب فيك. فوصلت الرسالة لصاحبه فألبه وكتب عليها ثلاث أبيات من الشعر يقول فيما معناه فيها: ما طرق بابك إلا إخواني، وما هذه الإمرأة التي اشترت منك المال إلا أمي، أنا أرسلتهم ومنعتك أن تصعد إلي حتى لا أذلك بالطلب مني والوقوف بين يدي. شفتك من الشباك فقير، فقلت صاحبي بده يطلع يوقف بين يدي ويطلب مني المصاري، ما بقبل له هي. قلت لهم لأخواتي بتروحوا بتقولوا له الأماني عطوكني وبعت أمي تشتري منك الأحجار الكريمة. إياك أن تسيء الظن بأحد كيف ما كان يحمله محمل. حسن الظن ما بده دليل، وسوء الظن بده دليل. سوء الظن تحاسب عليه، حسن الظن تؤجر عليه. فالله تعالى قال وهم لا يشعرون، هيدي النملة أحسنت الظن. يعني بالله لشو بده يقول لربي وهم لا يشعرون بالقرآن الكريم؟ زي قالتك حتى أنا وإياك نقول أكيد ما قصدك، وإذا إجا حدا يعتذر منك مباشرة قل له لا أنا ما أصلا ما حملت شيء بقلبي عليك ولا ظنيت أنه ممكن أنت تقصدني. لذلك قال أحد التابعين: بئس الصديق الذي تحتاج أن تعتذر إليه. هذا اللي بدأ كل شوي سمحني وبعتذر منك وسمحني، هذا منه صديق. الصديق الذي يؤول لك أفعالك ويحملها على المحمل الحسن ولا يقبل منك أن تعتذر منه، هذا هو الصديق الحقيقي. فسيدنا سليمان نازل وسمع الصوت فتبسم، قال يا رب لك الحمد إني سمعت صوت النملة. فتبسم ضاحكا من قولها وقال، شو قال لهم؟ يا جيش أنا سمعت صوت النمل، شكر ربي، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أي شيء بيصير معك بتحس حالك أنه تقدمت بشيء، تميزت بشيء، الناس ميزتك بشيء معين، قوم بالليل عجنب بدون ما أحد يراك قل له ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. الشيخ إنعام الحسن من كبار مشايخ الهند كان يبين في مليون، بقول خادمه بعد وفاته بقول كان إذا انتهى من مجلسه مع الناس كان يدخل إلى غرفته ويغلق الباب وكان الخادم معه، وكان يرفع يديه ويبكي ويقول يا رب يا ربي يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، من أنا حتى يسمع كلامي هؤلاء الناس. كاتبين على الأزهر في مصر على مدخل الأزهر: حاجة الناس إليك نعمة الله عليك، لا تملها فيقطع خيره عنك. مفهوم؟ حاجة الناس إليك
أعطيني، ساعدني، احكيني، علمني، فهمني، درسني. نعمة الله عليك، الله حط فيك شيء وجعل الناس بحاجة له. حاجة الناس إليك نعمة الله عليك، لا تمل له، ما تمل. إذا الله أعطاك مال وبتعطي الفقراء ما تمل، فيقطع خيره عنك. إذا الله أعطاك علم وعم بتعلم الناس ما تزهق وتمل، الله بيقطعه عنك. إياك تظن بنعمة أنعمها الله عليك. عشان هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه، شو النتيجة؟ ألجمه الله بلجام النار يوم القيامة. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، لأنه هو الأصل من داود وورث سليمان داود. ويا ربي شو بدي منك؟ بدي منك توفقني للعمل. لأنه يا إخواني في الله الشكر كيف بكون؟ الناس بتفكر الشكر نقول الحمد لله، اشتريت سيارة جديدة أشكر الله، والله الحمد لله الله أعطانا سيارة. لا، أول شيء تعلم هذه السيارة من الله. اثنين، تستخدمها في مرضات الله، هذا الشكر. أما الحمد لله، الحمد لله أعطانا والسيارة، الظهرات والمشاوير والمطاعم، ولا مرة أجا فيها على المسجد، هذا ما شكر نعمة الله. لو قال ألف مرة الحمد لله، واحد كنا عم نحكي سبحان الله، الله فتح عليه بالمال والدنيا، الحمد لله قدم للدين، عم يتقدم للدين وقدم للدين وأنفق للدين وتحرك للدين. شكر نعمة الله عليك إن أعطاك المال تقدم. قال لي شيخ والله أنا لا يقل عن 500 مرة أقول الحمد لله بنهار. قلت له هذا ليس بحمد وليس بشكر، هذا أقل أنواع الحمد والشكر اللي هو شكر اللسان. فرجيني شكر العمل. الله قال اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أسأل الله أن يجعلني وياكم من الشاكرين. خلص سيدنا سليمان أول رحلة، بعدين عم بجمع الجيش ليمشي برحلة تانية، رحلة دعوية. فسيدنا سليمان لأنه كان عدل ولكنه كان متواضع، فكان يتفقد كل الجيش اللي عنده، حتى الطيور بيتفقدون. فقال الله تعالى وتفقد الطير. في واحد عنده من الطيور هدهد. شو ميزة الهدهد يا إخواني في الله؟ اللي بيعرف العصافير غير موضوع الطير وغير موضوع الجمال وغير نعم بيبحث. بس الله يفتح لك، الهدهد جميل ومنه سريع صاحب الطيران، بس اللي بدنا اياه من هذه الآية انه الله تعالى اعطاه قدرة على علم المناطق التي فيها ماء من فوق. فسيدنا سليمان ما فيش معه مي، يعني بيسافر الصحراء وما الصحراء والجبال والوديان، فالجند الاساسي عنده الهدهد. فبقول له الهدهد بتروح بتستكشف، بتقول لي المناطق اللي فيها مي عشان امشي فيها. إذا الهدهد مش موجود ما فيني نكمل بالجيش، هو اللي بيقول لي الهدهد هون امشي وهون ما تمشيش. وصلنا على محل فيه مي، بنحفر بنطلع المي بنشرب. فقد ملأه، إيه شو عم يحمل هدهد؟ الأصل إنك أنت ما تمشي إلا باستئذان. وشوف هذا كمان درس جميل، إذا كنا جماعة، إذا كنت في أمير، وين عبد الله؟ قال والله راح يخرج وراح، نستأذن طيب. نستأذن، تعلم الجماعة. فسيدنا سليمان قال ما استأذني، كيف يروح بدون إذن؟ هو خطأ من الهدود. بس هلأ بدنا نشوف شو سبب هذا الخطأ. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. يعني يا إما أنا مش شايفه، ما لي لا أرى الهدهد، شكله بشي محل أنا مش شايفه فيه، أو رايح ومش قايل لي، أو كان من الغائبين ولا مستأذن ولا أخذ إذن. إذا الله تعالى عم بيعلمنا أن الهدهد لازم يأخذ إذن، نحن يا إخوانا كيف؟ عشان هيك اللي لسه مش يعني مجتمع بعمل جماعي دلو منفرد، ينخرط بعمل جماعي للدين حتى نربي أنفسنا. شوف نقوله دايما للشباب بالخروج في سبيل الله، من أعظم أنواع التربية شو هي؟ إذا خدت تحمم، إذا خدت تظهر لبرا تجيب غرض، شيخ تأذن لي؟ يعني حيأذن لك هو. واحد كان خرج معي مرة هلكني، كان الله يعزكم كل يفتح حمام يستأذن، ولخي يفوت على الحمام يستأذني. قال لي شيخ أنا عم درب حالي، درب حاله أنه ما يتحرك أي حركة إلا بإذن. وهكذا الصحابة الكرام كانوا، إذا كانوا مع النبي عليه السلام في أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. هذه آية في القرآن الكريم، أبدا ممنوع تحرك إلا بإذن النبي عليه السلام. فالهدهد راح بدون إذن، فسيدنا سليمان بده يؤدبه وبده يؤدب الجيش. عشان هيك أحيانا الأمير بده يحط جزا. احنا خارجين بالأردن مرة قلت لهم للشباب التعليم الساعة 10:30، بيبدأ التعليم الساعة 10:30، صار تأخر، تاني تأخر. قلت لهم طيب بإذن الله ابتداء من بكرة
عشرة ونص اللي ما بيجي على التعليم عشرة ونص ودقيقة عشرة وواحد وثلاثين بيحط دينار بصندوق الخدمة بالأردن العملة دينار. فالشباب عشرة وتسعة وعشرين دقيقة ركيد، عشرة ونص كله قاعد بالتعليم، يلا بسم الله بلشنا التعليم. فالهدهد أهلا جمع الجيش قال اسمعوا لأعذبنه عذابا شديدا، اللي بيمشي بدون إذن فيه له عقاب، أو لأذبحنه، أو إذا بيجي بقول لي سببه وبيقنعني فيه، أو ليأتيني بسلطان مبين، إذا بيجيب لي دليل بيقبل، أما غير هيك يا عذاب يا ذبح. قيل في العذاب يعني أنواع. ما خلص كلامه من هون ولا جاي، فمكث غير بعيد، مكث غير بعيد يعني ما طول، دغري إجا وقف بعيد عنه. نعم كية حمراء يا إخواني في الطريق، الله يجزيكم خير، سيارة كية حمراء. فالهدهد خيفان من سيدنا سليمان، ما ربش لعنده أحسن من كل شيء دبحة منه، قام وقف بعيد قال له يا سليمان، طلع فيه قال له شو وين كاين وين رايح بالإذن، قال أحط بما لم تحط به. شوف كلام فيه جرأة بس معصب كاين الهدهد، قال له شوف أنت صح نبي وصح ملك بس عرفت شيء أنت مش عارفه، أنت معك الريح وأنت معك الجن وأنت معك الطير وأنت معك الإنس، عرفت شيء أنت مش عارفه، أحط بما لم تحط به. ودائما يا إخواني في الله اللي عم يتكلم بحق ما بتفرق معه، بتكلم بقوة. وجئتك من سبأ، تعرف سبأ؟ سبأ التي تسكن في اليمن، سيدنا سليمان بيعرف سبأ. وجئتك من سبأ بنبأ، يا سلام الهدهد فصيح، شوف ما قالوش وجئتك من سبأ بخبر، قال له وجئتك من سبأ بنبأ، زبطة كلمة كلمة سجع الهدهد فصيح. واليوم قلنا للشباب تعال نتعلم، تعال ندرس اللغة، تعال نعرف تحكي كلمتين، ما مستعد تقول له لأي واحد الله احكي لي جملة عربية مفيدة كاملة، جملة عربية اوعى تقرب على اللغة العربية، ولا كنت طيء أبلغ بالمدرسة قال، ولا بالجامعة ولا بحياتي قربت عليها، بلش بالفصحى بلش تخبص معي طبيعي. وطبيعي صارت الأمة تستهزئ باللغة العربية، ليش؟ لأنه فلان وعلان ما بحب أذكر أسماءهم والله هون، فلان وعلان وعلان اللي بالمسلسلات والأفلام بس بده يحكي لغة عربية فصحى، بده يتمسخروا فيها وبده يفرجوا الناس أن اللغة العربية لغة المسخرة، واللغة الإنجليزية والفرنسية لغة التقدم والحضارة، فهذه اللغة علموا لأولادكم، هذه اللغة ما بتتعلم. فهذا هدهد فصيح، الله ذكر كلامه الفصيح في القرآن، وجئتك من سبأ بنبأ ويقين، ما عملوا فودورنا، لا لا 100% كلامي صح. شو النبأ؟ تفضل أعطينا الكلام اللي عندك، والجيش كله واقف وسيدنا سليمان عم يسمع. قال إني وجدت امرأة تملكهم، كلام مختصر بس بقلبه معاني عظيمة. أول مشكلة شفت أنه اللي مسكته المرأة يا سليمان، وأنت بتعرف يا سليمان أنه بس المرأة تدير أو بس المرأة تملك ما أفلح قوم إيش ولوا أمرهم امرأة. إني وجدت امرأة تملكهم، يعني شعبة من قاد لإله، هي جاهزة أي شيء بتأمر فيه أو بتقتنع فيه، كل شعبة من قدين لإله تملكهم. وأوتيت من كل شيء، وسيدنا سليمان شو قال؟ يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، قال له وسبق أوتيت من كل شيء، يعني مثلك مثله، مثلك مثله، هي ملكة وأنت ملك، ولها عرش عظيم، شفت عندها عرش جدا عظيم كبير ومزخرف ومزين وهي قاعدة عليه وكل الحاشي حواليها وعرشها عظيم جدا. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. طب لهون احنا شو اللي مضايقك بالموضوع يا هدهد؟ ليش غبت بدون إذن؟ قال وجدتها، هون اللي مضايقه الهدهد، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا اللي مضايق الهدهد. يا سليمان مملكة في الأرض تحكمها امرأة فيها بشر يسجدون للشمس. سيدنا سليمان انبهر، شو الهدهد؟
أنا بعرفك أنت بتشتغل بالأرض، بتشوف لي وين في مي، طلعت حامل هم مملكة، يا هدهد جولتك ستأتي بدولة، جولة أتت بدولة. وجولة من مين؟ جولة من هدهد. وانت شو ناقصك تتجول؟ نعم نعم انت اللي عم تسمعني وانا واحد منهم، كلنا سوا، شو ناقصنا نتجول؟ شو ناقصك تغبر اقدامك في سبيل الله؟ ليش الى الان ما قلت بدي اطلع جولة؟ قبل المغرب بعث لي واحد من الشباب قال لي الشيخ اليوم في جولة، كل يوم في زيارات، قال لي والله مشتاق اطلع جولة. هدهد اعزكم الله حيوان طير يطلع جولة، وبالجولة يجيب دولة. نعم جاب دولة، مملكة سبأ بمن فيها بملكتها بلقيس جاءت عند سليمان بجولة. لو ما الجولة اللي عملها الهدهد كان إيش الدولة؟ نحن بدنا الدول تجي وبدنا العالم تجي وما مستعد اطلع جولة. عشان هيك بنقول يا إخواني نهار الأربعة نهار جولتنا، والمجموعات عندها جولات انتقالية، تعوا على الأربعة وحاولوا جولوا معنا. ما منخجل بس شوف شباب عم يتحركوا بالطريق وأنا إلى الآن ما تحركت بجولة. يا عم اتحرك، جرب يا سيدي جرب. كنت كبير كنت صغير، كنت شاب كنت شيبة، كنت غني كنت فقير، جرب عمل الأنبياء، لك جرب عمل الهدهد. أنتوا بتعرفوا بجوز أكل الهدهد شيخ؟ ليش؟ ها؟ ليه حرم ذبحه؟ لأنه جاب دولة. بس لو يشوف ماي سبع متورة ممكن ناكله، لأنه عمل عمل ما عمله كتير من البشر. فقال صلى الله عليه وسلم الهدهد لا يجوز ذبحه ولا أكله، ممنوع حد يصطاده. بسبب جولة جاء بدولة، وبسبب جولة حمى بني جلدته إلى قيام الساعة. ممنوع حدا يقرب على الهدهيد، مش عارف شو جمع الهدهد، لقيام الساعة بقى. ها عم تقوصه ما بجوز، أخبر من خلفك من الصيادين، ما بجوز تقوص الهدهد أبدا. علي بقوصه تخيلوا يا أخواني، يعني قطعا هو طير مثل باقي الطيور يؤكل عادي. طب ليش الهدهد بالذات ممنوع؟ لا، لأن الهدهد بيوم من الأيام عمل عمل عظيم ما عمله كتير من البشر. فالهدهد حيذكر بالقرآن الكريم، وتضلك تقرأ إلى قيام الساعة قصته، وتسمع كلامه وتسمع اسمه. فصار كلمة هدهد أربع حروف، الها منها عشر حسنات، الدال عشر حسنات، صار اسمه للهدهد إذا بتقرأ وبتتقرب إلى الله. إذا بتقول هدهد الله بالقرآن تقرب إلى الله 40 حسنة أقل شيء. وكل ما تقول هدهد 40 حسنة وهدهد 40 حسنة وهدهد 40 حسنة. لا نقام بجولة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إيش اللي مضايقك يا هدهد؟ إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. والهدهد كان عنده حسن ظن فيهم، قال وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وطلعت الصرخة، مش عارف إذا عنده قلب الهدهد ولا لا، طلعت الصرخة من داخل الهدهد ألا يسجدوا لله. شو يا هدهد؟ ليش ما يسجدوا لله؟ ليه ما يسجدوا للشمس؟ الهدهد عم بقول هيك. والمسلم بيشوف فلان بيعبد غير الله وبيطلب من غير الله، وهذا نصراني وهذا يهودي وهذا غير مسلم، وجاره وصاحبه ومعه بالشغل وبيسافر وروح ويجي، ولا مرة صرخ صرخة من قلبه يقول ألا يسجدوا لله؟ ألا يسجدوا لله؟ يعني ليش ما يسجدوا لله؟ ليه؟ من هو الله عندك يا هدهد؟ أنا ما بعرف غير أن الله الذي يخرج الخبأ. لأن الهدهد شو بيعمل؟ بيطلع المي. فعرف الله بالشيء اللي هو بيعرفه، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض
وقاس عليه أنه الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، قال ويعلم ما تخفون وما تعلنون، يعلم الداخل والخارج. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. من يهدهد؟ الله لا إله إلا هو. عندك عرش، عندك عرش يا سليمان، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لك هدهد عم بشكل سليمان، عم بشكله هو بتحرك كأنه عم بقول له، بس كان مؤدب أنه أنت الملك. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، رب صاحب العرش العظيم، أعظم من عرشك يا سليمان ومن عرشك يا بلقيس الله جل جلاله. فتفضل يا سليمان حرك جنودك حتى تأتي بلقيس إلى الدين والإسلام. فالهدهد مش قصة هيك سمعناها، هدهد قول اعمل، هدهد هدهد صار يعني عنده حرقة مش موجودة عند كثير من البشر. هدهد عمل جولة أنا لسه ما عملته. نعم يا أخواني في الله، للأسف. لذلك من الآن الذي لم ينوي إلى الآن أن يتحرك بجولة يجهز حاله نهار الأربعاء القادم. نهار الأربعاء عندنا جولة، نهار الثلاثة بكرة نحن مجموعتنا عندنا جولة بمسجد الطيش إن شاء الله عز وجل، وكل مجموعة من جماعات مسجد عندها جولة بمكان من الأماكن. نعم تجول، حرك الأقدام، خلي الغبرة تطلع على الثياب والأقدام. مغبرة قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار، تغبر أقدامك في سبيل الله ما عادش تمس النار. غبرناها كثير للدنيا، وحركناها كثير للدنيا، وعرقنا كثير للدنيا، وتعبنا كثير للدنيا. جميل أن يرى الله منا أجساد مغبرة وأجسام ينزل منها العرق فقط من أجلك. إدي عرقنا للدنيا من الصباح للمساء يا مرا جهزي للحمام تعبان ليش؟ قال والله اليوم كان عندي شغل كتير. وتقول له يا مرة جهزي الحمام لأنه اليوم من الصباح للمساء عم بتجول الدين. كم هذا عند الله عظيم. فالله جل جلاله يا أخواني في الله ذكر الهدهد في القرآن الكريم ورفع اسمه. فالآن سيدنا سليمان انصدم فوقف، لا أذبحنه ولا أقتلنه ولا أعذبنه ولا شيء. فقال له سيدنا سليمان احترمه، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ما قال له أصدقت أم كذبت، احتراما له، قال له أصدقت أم كنت من الكاذبين، حنشوف معك حق ولا ما معك حق. شو عمل سيدنا سليمان؟ كيف عرف إذا هو صادق ولا مش صادق؟ وكيف حرك فكره الهدهد؟ وكيف أتت بلقيس؟ وماذا فعلت مع قومها؟ إن كان في العمر بقية إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم نكمل هذه القصة الجميلة الرائعة. هذا وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.